بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تحية لكم يا أهل المغرب، شكرا لكم على عقد هذه الندوة أو هذا المهرجان تعبيرا عن تضامنكم ودعمكم ووقفتكم المشرفة تجاه فلسطين، وما أظهرتموه في الأيام الماضية من فعاليات في مختلف مدن المغرب الحبيب وعلى المستوى الرسمي والشعبي. شكرا لكم في حزب العدالة والتنمية أخي العزيز الدكتور سعد الدين العثماني رئيس أو الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء، وشكرا لك أخي المهندس محمد الحمداوي رئيس لجنة دعم فلسطين في هذا الحزب الكريم، وشكرا للمغرب رسميا وشعبيا لجلالة الملك وللحكومة وللشعب وللبرلمان ولجميع القوى والفعاليات. وأعرف أصدقاء كثر في المغرب وتواصل بعضهم معي أثناء العدوان على غزة وأثناء معركة الأقصى والقدس، فشكرا لكم. وإلى مزيد من هذا الموقف المغربي الأصيل الذي نعرفه منذ زمن بعيد، وهذه المعركة بفضل الله أظهرت عند أمتنا موقفها الأصيل وأحسن ما عندها في نظرتها والتفافها حول قضية القدس والأقصى وحول المقاومة ودعم غزة.